حياتي تجربتي الشخصية ومن خلال عمل الصحفي الذي يمتد بي أو ينقلني بين بيتين من حياة القاهرة. كل الناس تتحدث عما سمعت، لا أحد يتحدث عما رأى فيما يتعلق بحوادث العنف أو حوادث السد والنهب، وإن كان طبعا حقيقة أن عملت الجنادة تمت في اليوم الأول يوم الجمعة وصباح السبت واستهدفت المساجد، وهذا أمر أتصور أنه أمر طبيعي طبعا أنها المساجد دول في شوارع ويسهل التعامل معها. أما السكن المناطق السكنية فلا أحد تحدث بشكل مؤكد ويقين عن تعرضه تعرض منزله وشخصيا وما حقيقة ما يقال عن وجود تنسيق أمني بين مثل هذه اللجان وقوات الجيش؟ الحقيقة أن هناك تنسيق محلي مع بمعنى أن في على الطرقات العامة أو الشوارع الرئيسية يوجد حيثما وجد أفراد الشرطة موجود معهم مجموعة من المدنيين يراقبون السيارات، يفتشون السيارات المارة، يتأكدون من سلامة أوراقها، من بطاقات هوية ركابها، يتأكدون من خلوها من أي أسلحة وأي أشياء يمكن أن تمثل خطر على المسألة، تتم بشكل أقرب إلى الشكل الشخصي والعكس. كان ذلك أشرف البربري رئيس قسم الأخبار في جريدة الشروق المصرية المستقلة، متحدثا للزميلة علياء شربعتي في واشنطن. أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما باتصالات هاتفية مع زعماء أجانب عن تأييده لإجراء ما وصفه بانتقال منظم في مصر نحو حكومة تستجيب لتطلعات المصريين. كذلك أجرى وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس اتصالا هاتفيا مع نظيريه المصري والإسرائيلي دون الكشف عن مضمون ما دار خلال الحديث. وفي حوار مع البي بي سي أكدت جانيت جايكوبس مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون القصرية أن الولايات المتحدة ترغب في أن تبتعد كل الأطراف في مصر عن العنف. أعتقد أن وزيرة الخارجية والرئيس أوباما قد تحدثا كثيرا عما يحدث في مصر. نحن نراقب الموقف عن شر الكثف، ونحن لا نود أن نرى استخدام العنف على يد القوات المسلحة أو على خط العرض وقوات الشرطة. ونحن نطلب أيضا من الولايات المتحدة بما سيحدث في المستقبل، ولكن ما أود أن أقوله الآن هو الحديث عن إننا نحاول أن نساعد المواطنين الأمريكيين الموجودين في مصر والذين يزورون مصر. هذه أحد أولويات الإدارة الأمريكية الآن، الحرص على مصالح الأمريكيين أو الحرص على المواطنين الأمريكيين الموجودين خارج البلاد، ونحن نقدم الكثير من المعلومات لهم، والسفارة الأمريكية في القاهرة تقدم الكثير من المساعدة لها أو هنا أيضا في واشنطن لنحاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات على الموقف هناك. ونحن أيضا نقوم بترتيب نقل الأمريكيين من مصر، وخاصة بالنسبة لهؤلاء الذين لا يستطيعون القيام بذلك من خلال الرحلات التجارية. هناك الكثير من العمل الجاد للعناية والرعاية الأمريكيين في مصر. هل من خطوات تقومون بها عملية لترحيل الرعاية الأمريكيين في مصر؟ وما هي الجهات التي ترتبون معها في هذا الإطار؟ أولا نشجع الأمريكيين الذين لديهم تذاكر للطيران
مع شركات الطيران